امام البرلمان تنديدا بالخروقات الدستوريه والاخلاقيه القانونيه التي شهدت امتحان الاهليه المزاوية بنت محمد. هذه الوقفه جاءت بعد سلسله من المحطات النضاليه سواء الميدانيه في الشارع او السماء سواء المستوى المساطر على المستوى القضائي الحقوقي السياسي ايضا، بل استطعنا ايصال الرساله ديالنا للديوان الملكي لاننا تقدمنا بتظلم رسمي للديوان الملكي على امل ان شاء الله ان تكون استجابه للمطالب ديالنا. اليوم نقول لا للفساد، لا للزبونيه، لا للمحسوبيه، لا للتلاعب بالاحلام ديال ابناء الشعب. مهنه المحاماه ليست بحكر على اي حد ولا ليست لا تقبل منطق توريث. بالتالي الاستفزازات ديال السيد وزير العدل، التصريحات ديال المسؤوله الغير مسؤوله تستوجب المساءله، تستوجب العزل، تستوجب ربط المسؤوليه بالمحاسبه. هذا كل ما في الامر، اننا ما نفاكمينش واننا غادي نشوف الملف ديالنا الى اخر وابعد نقطه ان شاء الله. الوقفه الثالثه ونتمنى ان يتم تحقيق العداله في دوله الحق والقانون، ويتم الاستجابه للمطالب المشروعه ديالنا لاننا نطالب بحقوقنا المشروعه العاديه، هي اننا في هذا المغرب ابناء جلاله الملك مثلنا مثل ابناء الوزير. راه الابن ديال ولي العهد وتيقرا بحالو بحال ولاد المغرب، بحالو بحال المغاربه، وكيقرا بحالنا. علاش غادي يجي واحد ويفضل ولدو علينا؟ واحد النقطه مهمه كان يجب الاشاره اليها وتوضيحها للناس هي انه ولد الوزير قرا في كندا، وحنا متوحينا في سيستم كندي. كان المفروض اننا في المغرب كنقراو نمتحنوا بالسيستم المغربي، ما كاينش حاجه سميتها كندي. كندي في كندا يمشي يدير المحاماه في كندا. النقطه الثانيه ان القانون المغربي هو قانون مغربي، راه ما يمكنش ليك تجي تقرا القانون في امريكان وتجي تراه شتي النقيب ديال كندا ديال المحامون في كندا ما ينجحش في الامتحان ديال مزاوله مهنه المحاماه في المغرب او مهنه المحاباه في المغرب، وسطروا على حرف الباء لان القانون المغربي راه لا يشبه القانون الكندي في شيء. الخرجه ديال الوهبي كانت خرجه تهديديه لهاد الطلبه، اعتبرناها تهديديه لانه يا الوعيد والتهديد وماشي من صفات النبل والاخلاق. ولا كنت كتعتبرنا فعلا ولادك كان المفروض وكنتي فعلا نزيه، كان المفروض انك تقوم بتحقيق بدون ضجه وشوشره. كان خاصك تستجيب لينا، خاصك تستجيب لينا وتجلس معنا اطابل وتقول لنا ايه نشوف اشنو وتحقق ودير تحقيق ونشوفو. هذا الامتحان كانت فيه مجموعه من الخروقات انطلاقا من الناس اللي دوزوا الامتحان وكانت فيهم صفات التنافي. ثم في الناس اللي دخلوا ليله قبل من الامتحان، المفروض انك كان عليك تمدد الامتحان، تسجيل في الامتحان لجميع الطلبه. كاينين الناس مساكن اللي كاينين في مناطق نائيه رغم انهم ينتمون الى المغرب المنسي الا انهم يحاولون ان يطرقوا ابوابكم وافكاركم، يقولوا لكم ها نحن موجودون، جاوا وقراوا وتابروا
وحتى هما ما عندهمش كونيكسيون. كان كاينين ناس اللي بزاف اللي ما تسجلوش لانه كان المفروض انك تفتح ماشي لفئه معينه. بغينا نعرفوا شكون تسجل في هذاك الوقت، واش هذوك الناس اللي تسجلوا في هذاك الوقت هما اللي كانوا في لوائح الناجحين. بغينا نعرفوا علاش وزاره على قدها دير امتحان وتجي داك الامتحان تجيب في العشيه في النهار ديال الامتحان في عوض ما تبدا مع 9 تبدا مع 11. راه لعبات راه لعبات، راه ما يمكنش ليا انا نمشي ندوز امتحان في العدل ونلقى بانه نورمالمون كنت دايما مدوزه مع 9 وغاديه من ما عارف منين حتى ما نعرف منين ونجي نلقى حتى تال 11 غتبدا. خروقات كبيره شابت الامتحان، ولازم وحنا متاكدين بان الامتحان شابته خروقات. وداكشي باش مشينا لحنايا كنامنوا بالمؤسسات، داكشي باش مشينا للمؤسسات وطرقنا الابواب المتاحه الينا في المغرب. وكيف ما قرينا القانون سلكنا المساطر القانونيه. وما تستغربوش الى غدا لان وزير العدل كان عنده واحد الخطاب شيئا ما عنصري من ناحية النسوية واستهدف الفتيات. ما تستغربوش الى الفتيات اللي كيدوروا حاليا وكيقولوا الحق واخا في وجه وزير العدل اللي هو كيعتبرها شي حاجة وانا كنعتبره خادم لنا لا شيء اكثر. ما تستغربوش الى غدا لقيتونا حتى حنايا نستجواب ولا خارجين تنقولوا نعتذر، لان ما كنعرفوش شنو هما الضغوطات رغم اننا نناضل. حنا ابناء المناضلين وابناء من بنوا هذه الارض بالطين والدماء، ليس بالطين والاسمنت. راه هذا الوطن بني بالطين والدماء، ودماء الشهداء لا زالت فينا. خاصكم تعرفوا بان كاينين الناس هنايا اللي ولو ما شنو غادي ديروا لهم كاين اللي مستعد يموت. راه الموت ولا المذله، ناس هنايا مستعدين انهم حتى الا جيتوا تديروا في حقنا اعتقالات تعسفيه فلتفعلوا، الا اننا نستبعد ذلك لاننا كنامنوا بدوله الحق والقانون. حنايا بغينا من خلال هاد الشباب اللي كيطالبوا بمحاسبه وزير العدل وربط المحاسبه بالمسؤوليه، واللي حاليا كيطبقوه في الخطابات ديال جلاله الملك من اجل اصلاح منظومه العداله. اصلاح منظومه العداله هو برنامج طلقوه جلاله الملك، فين طلقوه خاص كلشي يستجب ليه. ونحن اولا نحن خدام هذا الوطن، بان لنا العدل فيه بدا الامتحان بدا فيه زله خاصنا نصلحوه. ولا كنتو غير ما قابلينش ان هذا الامتحان يتصلح فهذا تتعنيو بان خطاب جلاله الملك لا تعنيكم في جهه وبانكم كديروا اللي بغيتوا وبانكم ورثتوا هذا الوطن من ما نعرف شكون. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.